سلام غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير، وهذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نصايب واحد البريوش اللي دار ضجه في مواقع التواصل، وهذا البريوش هذا كيديروه الروس، يعني الروسيات. غادي نتشاركوا معكم اليوم. غادي نحتاج لثلاثه الحبات تاع البيض بحراره المطبخ، وعندي هنايا الزبيب حسب الرغبه، المهم كترقدوه في الماء طايب. عندي هنايا قشره تاع ليمونه، نص كاس تاع الحليب، ونص كاس تاع سكر سنيده. عندي 15 غرام تاع الخميره، مهم تقدروا تستعملوا حتى المعجونه، وجوج معالق تاع سكر سنيده، جوج معالق تاع الزبده مذوبه، و 300 غرام تاع الدقيق. غادي نبداو طريقة التحضير على بركة الله. غادي ناخذ هاد نص كاس تاع الحليب، وغادي نضيف عليه جوج معالق تاع سكر سنيدة، وغادي نزيد الخميرة. مهم هذه مرحلة مهمة، غادي ندوبو في هاد الحليب، هذا ندوب الخميرة في الحليب. وغادي نجيب يعني بيضة كاملة وجوج أصفار البيض، غنضيف عليهم نص كاس تاع السنيده، وغادي نطرب مزيان حتى تيولي عندي كيف الثلج، يعني تيولي بيض، ونزيد عليه الزبده، قرصه تاع الملح، والقشور تاع الليمون عفوا، والزبده، والعجين الاول، يعني هذاك الخليط الاول تاع الحليب والخميره والسكر سنيده. ودابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نجمع هذا العجين هذا وندلكو مزيان، ونتلاقاو من بعد. من بعد ما جمعت العجين ودلكتو، غادي ندير كويرات، غادي ندورو نديرو كويرات. صافي، من بعد ما خليته يرتاح، غادي نسرحو بالمدلك، وغادي نسرح من الفوق تاعو بالزبدة. يعني هاد الزبده هادي تتكون بحراره المطبخ باش دغيا كتسرح على الوجه تاع العجين. وكنحط الزبيب والقشور تاع الحامض، هذا حسب الرغبه، الا بغيتوهم، الا ما بغيتوهمش تقدروا تصغناو عليهم، تقدروا تستعملوا غير الزبيب. صافي، وكنلوي على هاد الطريقه هادي. صافي، وكنبقى غادي على هذا الشكل هذا حتى تنسالي كاع هذوك القريصات اللي درت. من بعد البنات ما لويت هاد الرولو هذا، كنقطعو بالموس من الوسط على هاد الشكل هذا، ما كنقطعهاش كامله، كنخلي شي جوج سنتيم، وكنلويها صافي، وكنحطها في هاد الكاغيط هذا، في هاد المول هذا اللي غادي يجمعها ليا. تقدروا ديروها حتى في قالب تاع الكيك كيف ما تشوفوا الطريقه، كنتمنى تكون واضحه. كتلوي على هاد الشكل هذا، كتجيبي الجهه الثانيه وكتحاولي تطلعيها لفوق. صافي، وكيجي على هاد الشكل هذا. صافي، وكتديروه في هاد المول هذا. المهم هاد المولات البنات انا ما كانوش متوفرين عندي، طلبتهم غير من عند الصديقه تاعتي، يعني هاد الجاره تاعتي كانوا عندها متوفرين، وعطاتني ثلاثه، وغادي ندخلهم للفران.
يطيبوا ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. المهم غادي تخليو ضروري تخليوهم يخمروا هما الاولين عاد دخلوهم الفران. الفران غادي يكون على 200 درجه تاع الحراره، تخليوهم لمده 40 دقيقه، وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. كيجيو غزالين فنين، هذا البريوش هذا تيجي زوين الصراحه. المهم هنا غناخذ السكر، سكر ثقيل اولا هذا سكر غبره، وغادي نديرو من الفوق. وهذا هو الشكل، كيجيو رائعين. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب تاعكم، ما تبخلوش عليا باللايك، وفي فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم، عواشركم مبروكه، ما تنساوش لايك 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 لايك.